أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني المكلف بشرق الأوسط وشمال إفريقيا توبياس الوود في حوار خاص به التلفزة الوطنية أنه قلق لما يحدث في ليبيا، وأن بريطانيا تقدم مساعدات في المجال الأمني، وأنها واعية بالخطر الذي تمثله الأحداث في ليبيا على الحدود التونسية والتحديات التي تواجهها تونس. نحن واعون بالتغييرات التي تواجهها تونس، ونحن مستعدون لمواصلة العمل مع بلدكم للوقوف بجانبها. نقدم مساعدات في القطاع الأمني، ومن بينها المساعدات التي قدمناها في مجال حماية المطارات، كما أننا جاهزون لدعم تونس بعدد أكبر من السياح البريطانيين الذي وصل إلى نصف مليون سائح. ونحن واعون بالخطر الذي تمثله الأحداث في ليبيا على الحدود التونسية والتحديات التي تواجهها تونس. With airports, half million tourists come to this country every single year, and that is increasing. But we're also aware that on your doorstep is Libya, which is going through some immense challenges at the moment. كما رحب توبياس الوود بإعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما منح تونس صفة حليف أساسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي، متمنيا الكثير من التعاون والشراكة والرفع من مستوى التعاون الأمني مع تونس. سعدت جدا بهذا الإعلان ويجب الإشادة به، والناتو يولي اهتماما كبيرا بتوفير الأمن في أوروبا، وهو الآن يهتم أيضا بالأمن في بقية المناطق بما في ذلك شمال إفريقيا. وبما أننا أحد مؤسسي الناتو، نرحب بتونس في هذه المنظمة كبلد شريك، وأتمنى الكثير من التعاون والشراكة والرفع من المستوى الأمني في تونس. Tunisia to this organization on the partnership status, and I hope that it'll allow greater collaboration, greater cooperation, and increased security for